الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد، الحمد لله القديم الذي لا أول لوجوده، الدائم الذي لا آخر لبقائه، الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته، المنزه عن التغيير، المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء، سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. يا رب أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب، أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب، وسامح حفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما بالأسحار صل على محمد. يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا رسول الله أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء، أنى تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء، فلطالما ألقى جبينك في الثرى يا سيدي عرقا تفوح بمسكه الغبراء. صلوا على خير الأنام وسلموا،
إن الصلاة على الحبيب دواء، من ساحة طاهرة من ساحة مسجد العشيرة المحمدية بالعاشر من رمضان بالمجاورة الثالثة، نحييكم إخوة الإيمان ونعيش معكم في رحاب أمسية دينية معنا فيها كوكبة من قراء مصر ومن متحدثيها ومن مبتهليها. معنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومعنا متحدثا فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف، ومعنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محروس. وقد جئنا إخوة الإيمان بدعوة كريمة من إدارة جمعية العشيرة المحمدية بالعاشر من رمضان. يحضر معنا إخوة الإيمان والإسلام فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ما أجمل إخوة الإيمان أن نبدأ بالقرآن، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها، لتعش حياة النور والإيمان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك يستهل هذه الأمسية بهذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا فتمثل
مثل لها بشرا سويا. قالت إن بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. قال إنما أنا رسول ربك لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولا
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قالت أنى ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا قضيا. وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله شيئا فريا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون
وأسوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه صدق الله العظيم. الفاتحة. هذا كلام الواحد الخلاق في لفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق.
هو نهجنا وفلاحنا ونجاحنا وملاذنا وسعادة العشاق، هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم احفظ مصر وأهلها بالقرآن، اللهم احفظ مصر وأهلها بالقرآن، احفظها رئيسا وشعبا وجيشا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لمصر الأمن والأمان، وأن تحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. استهللنا إخوة الإيمان هذه الأمسية من ساحة مسجد العشيرة المحمدية بالعاشر من رمضان بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. تلا علينا من سورة مريم، وسورة مريم لو تأملنا فيها لوجدنا المعجزات الباهرات